طيب حاجة عامل، يمكن السؤال اللي هقوله لحضرتك يمكن البعض يعني كان برضو في تداول عن هذا الكلام، عن ان كابتن حازم امام كان عنده تحفظ بشكل ما على المدير الفني المصري او المدرب الوطني، وان كان النهارده تواجد صورة النهارده مع كابتن ايهاب جلال، كابتن حازم وكابتن ايهاب، لكن فكرة كمان عدم وجود كابتن حازم امام في المؤتمر الصحفي برضو بيخلي في بعض علامات الاستفهام اللي ممكن تكون متواجده عند البعض، في ان كابتن حازم امام بس فقط جه عشان يعني يرضي الاطراف كلها. لا لا كان ما حصلش، ورحب طبعا ما كانش عنده اي اعتراض هو الكابتن حازم على الكابتن ايهاب، هو كان وجهه نظره هو من المدير الفني اجنبي، انما هو ما اتكلمش على الكابتن ايهاب خالص بشخصيا. بشخصيا لا خالص، لا لا هو كان كل اتجاهه كان طالب وعايز مدير فني اجنبي، دي رغبته يعني كانت. ان ما فيش اي تحفظ من ناحيه الكابتن ايهاب. طيب خليني اقول لحضرتك، يمكن انا مع حضراتكم في فكره المدير الفني الوطني، وكابتن ايهاب جلال يعتبر بيفتح لجيل جديد التواجد في الاجهزه الوطنيه بالنسبه للمنتخب الاول. شفنا قبل كده كان تواجد كابتن جوهر الله يرحمه وكابتن حسن شحاته ثم كابتن شوقي غريب، وانقطع الموضوع شويه عن المدربين، وكابتن حسام البدري عشان ما انساش برضو، انقطع شويه فكره المدير الفني الوطني الشاب. النهارده بدايه ممكن نشوف قاعده تتوسع في فكره المديرين الفنيين الوطنيين الشباب، او يعني هو كابتن ايهاب 50 سنه يعني او حاجه اكتر من كده كمان، وبالتالي هل ده ممكن يبقى توجه بالنسبه للمسؤول عن الكره المصريه في الفتره القادمه؟ يعني ده الطبيعي ان الناس كلها طبعا الفتره اللي فاتت كانت بتقول ان احنا كل بطولاتنا مع المدربين الوطنيين، ان هم اللي بيحسوا باللعيبه وبيحسوا بالجمهور وبيبقى قلبهم، مش واحد بيقضي فتره وماشي يعني، عارف ان هو بيجي يشتغل شهرين ثلاثه في السنه بالكثير وبعد كده بيمشي، ومبقاش متحمل مسؤوليه غضب الجماهير او فرحه الجمهور، فبالتالي المدرب الوطني الناس كلها كانت شايفه ان هو بيبقى افضل للمنتخب الوطني وبيحس باللعيبه، بيعرف يتعامل معاهم معنويا، فجاء المدرب الوطني. يعني المدرب الاجنبي برضه كابتن محمد، لو رجعنا برضه لورا شويه مستر كوبر، وصلنا كاس العالم وتهاجم ومشي، جاء اجيري بعديه وبرضه تهاجم ومشي وخرجنا من البطوله في القاهره، وجاء مستر كروش برضه وتهاجم وناس كتير هاجمته الحقيقه، فبنفس الوضع يعني هو الموضوع عمرك ما في الكوره في وجهات النظر هتلاقي في اتفاق، استحاله في كره القدم خاصه انت لو عملت اتجاهات كده وجهات نظر في المباراه نفسها هتلاقي في اختلاف، انما في خطوط عامه، شكل بقى المنتخب شكله ايه، يعني الشعب المصري عنده تركيبه بيحب يستمتع بالكوره وعايز بالزبط. النتيجه في نفس الوقت بالظبط، وعشان كده انا بقول ان الكابتن ايهاب جلال يعني مجرد ان الامور كان بيجيب النتيجه والاداء من غير استمتاع فتهاجم، فاجيري كان بيحاول يلعب كوره شويه وما حققش النتيجه، توليفه كده صعبه برضو الامور. ومستر كروش قال لك ان احنا ما جبناش جون فست ماتشات وكلها ضربات ترجيح، وبعدين بكلم حضرتك في مدربين مصنفين اجانب مصنفين صحيح الناس المصنفه عالميا، وبرضه حصل نفس الوضع. فالموضوع اولا واخيرا حضرتك عارف ان الكوره كلها توفيق وعدم توفيق، فنتمنى بس ناخد كل الاسباب وكل الدعم للكابتن ايهاب طبعا.